عشر أحداث سارة شهدناها في السنة الأسوأ من سنة 2020. يعتبر الكثيرون أن سنة 2020 هي السنة الأسوأ على البشرية على الإطلاق، لما مر فيها من كوارث عمت الأرض وأحداث غيرت أو كادت تغير وجه العالم الأجمع إلى الأبد. فمن حرائق أستراليا إلى التوتر الأمريكي الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني وإسقاط الطائرة الأوكرانية إلى تفشي وباء كورونا المستجد الذي اجتاح وأوقف العالم، وصولا لاحتجاجات أمريكا وانفجار بيروت وسلسلة الزلازل التي بثت الخوف في سكان المنطقة، وأخيرا وليس آخرا اغتيال العالم النووي الإيراني الأبرز محسن فخري زاده. ومع ذلك لا يزال هنالك العديد والعديد. لكن في هذا الفيديو سنسلط الضوء على الأحداث الإيجابية التي وقعت في سنة 2020، وربما لم تجد الوقت أو الانتباه الكافي لمعرفة أهميتها وتأثيرها هي كذلك على المستقبل لكثرة الأحداث على البشر في العام الماضي. لكننا هنا سنذكر لكم أهم 10 أحداث وإنجازات في 2020 ربما ستمنحك رؤية أقل سوداوية عن تلك السنة المصيرية. أولا، شهدت الطبيعة تعافٍ غير مسبوق في عصرنا الحالي. أثر فرض الإغلاق والحجر الصحي سلبا على حياة الناس بسبب توقف أعمالهم ونشاطاتهم بالطبع، بيد أنه كان له أثر إيجابي على الطبيعة التي تحتضننا، فقد تراجعت نسبة تلوث الهواء في العالم إلى مستويات لا مسبوقة، كما انخفض استهلاك الطاقة الأحفورية ناهيك عن تعافي ثقب طبقة الأوزون. فربما تكون على دراية بفتحة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية والناجمة عن مواد كيميائية ضارة وغير قانونية الآن، ولكن خلال الشهري الثالث والرابع من العام الفائت كانت هناك طبقة ملحوظة من الأوزون المستنفذ الذي يحمي الحياة من أشعة الشمس فوق البنفسجية فوق القطب الشمالي قد أغلقت في نيسان. كما أنه رصد من خلال بعض صور أقمار الصناعية التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية تراجعا في انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون الناتجين عن استخدام الوقود الأحفوري بشكل مبشر في العديد من الدول مثل الصين وبريطانيا وإيطاليا والهند وبعض دول أمريكا الشمالية. أي أن نسبة تلوث الهواء قد انخفضت بشكل كبير في الكوكب، ناهيك عن أن الأنهار والبحيرات في العالم باتت أكثر نقاءً. ثانيا، كان عاما رائعا في مجال استكشاف الفضاء. رغم أن الحياة على الأرض امتلأت بما هو غير مرغوب فيه، إلا أن الموقع النسبي لكوكب المريخ من الأرض في صيف سنة 2020 كان مناسبا لإطلاق المركبات والأجهزة الفضائية، وقد استغل الإنسان هذه الفرصة التي تحدث كل 4 سنوات وأطلق 3 بعثات إلى الكوكب الأحمر في نفس الوقت. فقد أطلقت وكالة ناسا أكثر مركباتها تطورا حتى الآن إلى المريخ، وهي مركبة مارس 2020. كما رافقتها طائرة مروحية تعتبر أول جهاز أثقل من الهواء مهمته التحليق في الغلاف الجوي لكوكب الأرض، أو عفوا لكوكب آخر، وللمرة الأولى منذ تقاعد مكوك الفضاء الأمريكي في سنة 2011 بعد انطلاقه سنة 1981، أرسل صاروخ شركة سبيس إكس رائدي فضاء أمريكيين جدد إلى محطة الفضاء الدولية من نفس منصة الإطلاق المستخدمة لإرسال رواد فضاء أبولو إلى القمر قبل نصف قرن. أطلقت روسيا في شباط مركبة سويوز 17 المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، واستطاعت الوصول إليها في 3 ساعات فقط، ما يعتبر رقما قياسيا. كما أطلقت الوكالة الفضائية الأوروبية بالتعاون مع الوكالة الفضائية اليابانية مسبارا إلى كوكب عطارد، وقد اقترب المسبار بطريقة إلى عطارد في تشرين أول الماضي إلى مسافة 10,000 كيلومتر من مدار الزهرة ليدرس الغلاف الجوي للكوكب. وجرى إطلاق القمر الصناعي الإماراتي الأمل الذي مهمته دراسة الغلاف الجوي للمريخ، وهو بذلك أول مسبار عربي بين الكواكب. كما نجح مسبار تشانغ إيه 5 الصيني في الهبوط على سطح القمر والعودة إلى الأرض بعينات من الصخور القمرية، وذلك لأول مرة خلال 44 عاما بعد أن قام المسبار السوفيتي بالرحلة نفسها سنة 1976. وقد أطلقت الصين إلى المريخ أول مسبار لها، وقد قطع ثلثي طريقه إلى الكوكب الأحمر،
ويتوقع أن يهبط على سطح الكوكب في شباط 2021. أما بالنسبة لليابان فقد هبط مسبارها على كويكب ريوجو في شباط لجمع عينات من سطحه، وبعد شهرين قام بتفجير حفرة في الكويكب باستخدام لوحة نحاسية وصندوق من المتفجرات، أدى ذلك إلى فك الصخور والمواد تحت السطح. وقد أسقطت المركبة أخيرا عينة من الكوكب في المناطق النائية الأسترالية في السادس من كانون الأول، وهي بذلك أول عينة في العالم لمادة من تحت سطح كويكب. ويعتقد العلماء أن تلك الصخرة يمكن أن تكون بقدم نظامنا الشمسي، ويمكن أن تكشف عن أدلة جديدة حول أصول الحياة على الأرض. ثالث خبر مبشر لسنة 2020 هو جو بايدن يطيح بترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. غالبا ما كره معظمنا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لما رآه منه من رعونة وقرارات غير حكيمة في جلها، حتى بات الأمريكيون ينتظرون انتخاباتهم بفارغ الصبر بغية التخلص مما اعتبره الكثيرون أحد أسوأ رؤساء أمريكا. وبعد أيام من إدلاء الناخبين بأصواتهم وانتظار النتائج المحمومة، أعلن عن فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وسط اتهامات من ترامب وأنصاره بالتزوير، ما انعكس في سلسلة من الطعون القضائية التي رفعها فريق ترامب القانوني. رفضت معظم تلك الطعون بالطبع لعدم تقديم الأدلة الكافية، واستقرت الكرسي الرئاسي في النهاية بعد أن شهدت أمريكا أكبر مشاركة انتخابية في تاريخها منذ 120 عاما تحت جو بايدن، الذي نأمل جميعا في أن يحدث فارقا في العالم نحو الأفضل. ولابد أن بعضنا يترقب ما إذا كانت ستتحقق لعنة تيبيكانو التي تقول أنه دائما ما يحدث حالات وفاة أو محاولات اغتيال لرؤساء أمريكيين منتخبين أو أعيد انتخابهم في السنوات القابلة للقسمة على 20. رابعا، التطبيع مع الكيان الصهيوني. ربما شهد سنة 2020 أول بوادر السلام الحقيقي والقبول بالأمر الواقع في المنطقة العربية بوجود قوة عظمى لن تخفيها أو تخفيها الشعارات الرنانية التي كنا نرددها لعقود. فرأينا بعض الدول تتقدم وركب التقدم وتشيح وشاح العداوة والبغضاء وترسم لمستقبل أفضل لشعبها وللمنطقة، إذ وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين في البيت الأبيض اتفاقي سلام مع إسرائيل في 15 أيلول 2020. وبعدها أعلن الرئيس الأمريكي رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في أعقاب موافقتها على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، كما انضم المغرب إلى قائمة هذه الدول التي طبعت علاقاتها مع هذا الوجود، ليصبح مجمل عدد الدول العربية التي تمتلك علاقات معها 6 دول. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المغرب أصبحت الدولة العربية الرابعة التي طبعت في سنة 2020 علاقاتها مع دولة إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان، وكانت مصر أول دولة عربية وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل، ثم لحقتها الأردن في سنة 1994. في سنة 2020 صمم العلماء إنزيمات فائقة تأكل البلاستيك يمكنها تحليل المادة في أيام. قد لا يدرك الجميع مدى التأثير السلبي والكميات الهائلة التي تصدر عن البشر من المنتجات البلاستيكية التي غالبا ما ينتهي بها الأمر في التربة لتستغرق عشرات السنوات قبل أن تتحلل أو في المحيطات، فتؤثر على كافة أشكال الحياة على هذا الكوكب المتضرر كفاية أصلا. وهنا يأتي الحل الجديد من باحثين في مركز ابتكار الإنزيمات في المملكة المتحدة والمختبر الوطني للطاقة المتجددة في كولورادو. تقوم الأنزيمات المستحدثة بتفكيك نوع شائع من البلاستيك يسمى البولي إيثيليل تريفتالين PET المستخدم في الزجاجات ذات الاستخدام الفردي وكذلك الملابس والسجاد، فيعمل على تفكيكها إلى كتل بنائها الكيميائية الأولى. عند استخدامها على نطاق واسع يمكن لهذه الأنزيمات أن تفتت 300 مليون طن من البلاستيك الجديد الذي يصنعه البشر كل عام، مما يسمح للمصنعين بإعادة استخدام نفس البلاستيك مرات ومرات في المقابل. يمكنهم تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري اللازم لإنتاج بلاستيك جديد، ومع تطوير أنزيمات جديدة واستخدامها على نطاق واسع سيكون لهذا الاختراع أثر إيجابي جدا على صحة كوكبنا. سادسا، ظاهرة اقتران كوكبي المشتري وزحل ورؤية مذنب نيورايلز.
في حدث فلكي نادر تراه مرة واحدة في العمر، التقى في 21 من ديسمبر أكبر كوكبين في المنظومة الشمسية، المشتري وزحل، وسط سماء صافية، فبدأ وكأنهما كوكب واحد فيما يعرف بظاهرة الاقتران العظيم التي تتزامن مع الانقلاب الشتوي. ويحدث الاقتران حينما يتقاطع مسارا الكوكبين ويصبحان قريبين من بعضهما البعض، لدرجة يظهران فيها في السماء كما لو أنهما يتلامسان، فيعطيان الانطباع بأنهما اندمجا ويسطعان ككوكب واحد. يحدث الاقتران للمشتري وزحل مرة كل 19.6 سنة تقريبا، غير أن هذه المرة تحمل له خصوصية، إذ أن الاقتران 2020 هو الأقرب منذ أوائل القرن السابع عشر، وسيقترب المشتري وزحل مرة أخرى بمثل هذا القرب في سنة 2080. ولكن بحسب الرابطة الفلكية سيكون من الصعب جدا رؤية الحدث لأنهما سيكونان في شفق الفجر. وكانت آخر مرة وقعت فيها هذه الظاهرة في سنة 1623، وستكون المرة التالية التي يمكن رؤية هذه الظاهرة فيها في الرابع والعشرون من أوت 2414، كما شهدنا رؤية المذنب الجميل نيوارز بالعين المجردة في سماء النصف الشمالي من الكرة الأرضية لعدة أيام، والذي لن نلقاه إلا بعد مرور 6800 سنة قادمة. سابعا، هناك تقدم كبير في علاج السرطان. اكتشف العلماء في سنة 2020 كيفية إيقاف الجينات التي تجعل الخلايا السرطانية تنمو في اختراق علمي أسفر عن صفقة بقيمة 625 مليون دولار لمركز التكنولوجيا الحيوية الأسترالي المسؤول عن الاكتشاف مع شركة الأدوية العملاقة فايزر. وقد كان زوجان أستراليان وراء الاكتشاف الأولي الذي أدى إلى ابتكار دواء جديد يدخل الآن في التجارب السريرية، ويمكن استخدامه لعلاج سرطان الرئة والثدي والبروستات. ويستهدف الدواء الجديد فئة من الأنزيمات التي يجرى إفرازها بشكل مفرط أو تتضاعف في حالة السرطانات، مما يؤدي إلى الانتشار السريع للخلايا السرطانية. يعد اكتشاف هذا الدواء نتاج أكثر من عقد من البحث من قبل علماء أستراليين عملوا معا في مركز الأبحاث التعاونية لعلاج السرطان. فقد حاول العلماء في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من 20 عاما بناء عقاقير محددة تستهدف عائلة أنزيمات MYST، لكن العقار المرشح من مركز الأبحاث التعاونية لعلاج السرطان هو أول من دخل مرحلة التجارب السريرية. ولفت دكتور من شركة سيتي إكس وان المختصة في الأبحاث السرطانية الانتباه لأن بدء المرحلة الأولى من التجربة كان بمثابة تأييد للنموذج الأولي لعلاج السرطان هذا من مركز CRC، وقال إنه مثال يحتذى به على كيفية عمل المساهمين في مركز علاج السرطان CRC بشكل تعاوني لتحويل الأبحاث الطبية الأسترالية إلى علاجات ربما تكون هي الأولى من نوعها في العالم لمواجهة السرطان. ثامنا، إزالة القنب من قائمة المخدرات الخطرة بعد تصويت من الأمم المتحدة. بعد استخدامه علاجيا لآلاف السنين، أقر التصويت التاريخي في الأمم المتحدة العام الماضي أخيرا القيمة الطبية للقنب، وجرى إزالته من قائمة المخدرات الخطرة التي يتم وضع أشد الضوابط عليها. وقد جاء التصويت بعد توصية من خبراء في منظمة الصحة العالمية بأن لجنة الأمم المتحدة للمخدرات يجب أن تزيل المادة من القائمة الدولية للمخدرات الخطرة التي لا ينصح باستخدامها للأغراض الطبية. قالت أنا فوردهام المديرة التنفيذية للاتحاد الدولي لسياسة المخدرات، القرار الأصلي من سنة 1961 بحظر القنب يفتقر إلى الأساس العلمي ومتجدر في التحيز والعنصرية الاستعمارية، وقد تجاهل حقوق وتقاليد المجتمعات التي زرعت النبتة واستخدمتها للأغراض الطبية والعلاجية والدينية والثقافية لعدة قرون، ما أدى إلى تجريم الملايين وسجنهم في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من الاعتراف بها الآن كدواء، لا تزال الماريخوانا محظورة للاستخدام غير الطبي وفقا للأمم المتحدة، إلا أن أكثر من 50 دولة حول العالم اعتمدت
بالفعل برامج طبية تقوم على القمة، بالإضافة إلى ذلك قامت كندا والأوروغواي و15 ولاية أمريكية بإضفاء الشرعية على استخدام القنب للأغراض الترفيهية، كما اقتربت المكسيك ولوكسمبورغ من تقنين المادة. ويعود استخدام القنب طبيا إلى زمن بعيد جدا، حيث جرى الإشارة إلى استخدامه في الطب الصيني في القرن 15 قبل الميلاد، وكذلك في مصر القديمة واليونان القديمة. تاسعا، 2020 كان عاما رائعا للتكنولوجيا أيضا. أغلب الاكتشافات التكنولوجية لا تلقى الاهتمام الكافي عند حدوثها، ولا نعرف أهميتها إلا بالتماس آثارها اللاحقة على العالم. وأما سنة 2020 فلم يبخل علينا في هذا المجال، وقد لا يسعنا حصر كل ما جاء فيها في فقرة واحدة، لكننا سنذكر أهمها. فما بين تحقيق الصين للتفوق الكمومي بحاسوبها الخارق الأقوى بعشر مليارات مرة من حاسوب شركة جوجل، إلى تطويرها لشمس صناعية، كان هنالك الكثير. فقد نجحت الصين في تشغيل مفاعل يعمل بالاندماج النووي لأول مرة بعد محاولات عالمية لعقود، ويستخدم المفاعل المتطور مجالا مغناطيسيا قويا قادرا على توليد حرارة تتجاوز 150 مليون درجة مئوية، أي نحو 10 مرات أكثر من حرارة نواة الشمس. ومن المفترض أن يمهد هذا الإنجاز التكنولوجي طريقة للطاقة النظيفة على نطاق واسع على غرار الشمس الحقيقية. كما أعلن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اكتشافه بفضل الذكاء الصناعي لمضاد حيوي فعال ضد البكتيريا المقاومة للأدوية. فباستغلال مكتبات رقمية تجمع ملايين الكتب، تمكنت البرمجية من العثور على التركيبة الفعالة. لا بل استغلت الآليات المستخدمة في المضادات الحيوية الموجودة حاليا لتحد من خطر تأقلم البكتيريا مع هذه المضادات. وقد أعلن فريق الذكاء الصناعي لشركة ديب مايند التابعة لجوجل قدرتها على التنبؤ بشكل البروتينات في التصوير الطبي بفضل خوارزمية ذكاء صناعي. دعونا لا ننسى التغير الذي حصل على صعيد العمل والتعلم عن بعد، إذ كرست العديد من الدول خدماتها للإنترنت لدعم أنشطة العمل عن بعد، وتحسنت شبكات VPN، وتوفرت العديد من تطبيقات التواصل بالفيديو عبر الإنترنت مثل تطبيق زوم، كما قدمت خدمات التعلم عن بعد عبر الإنترنت بديلا للطلبة والدارسين بمختلف المراحل العمرية، ووفرت على 1.57 مليار طالب الحاجة للتنقل في ظل الجائحة. ومن الخدمات الإلكترونية التي شهدت ازدهارا خدمات الترفيه الإلكتروني، حيث ازدهرت منصات الألعاب وبث الأفلام والمسلسلات والأعمال الموسيقية وغيرها. عاشرا، صنع أسرع لقاح في التاريخ. لم يسبق لعلماء الطب والأدوية منذ نشأة هذا المجال في التاريخ أن صنعوا لقاحا لأحد الأمراض في أقل من سنة، مثل ما فعلوا في سنة 2020 مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم بداية العام وحصد أرواح الكثيرين وأوقف حياة جل سكان الكوكب. فخلال عام واحد فقط تمكنت عدة دول من تطوير أنواع متعددة من اللقاح، وبدأت بتطبيقها على المرضى، فمن لقاح فايزر بايونتيك الأمريكي الألماني إلى لقاح موديرنا الأمريكي وسبوتنيك الروسي وسينوفاك الصيني وأوكسفورد البريطاني. تعاون البشر جميعا وتشاركوا المعلومات والبحوث، وضافروا الجهود للوصول لأسرع لقاح عرفه البشر لجائحة اجتاحتهم. بالطبع لا يزال هناك الكثير من الجدل حول فعالية اللقاحات، ولكن الناس بدأوا بأخذ جرعات منها وجاءت النتائج إيجابية، ما يعني أن العام القادم سيشهد نهاية فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها في وقت لم نتوقعه أو نعهده من قبل.